نعمل مع بعض فول لبناني بالحمص لذيذ قوي ونشوف مقاديرنا. اول حاجه انا عندي فول مدمس، عندي حمص كانز مسلوق، عندي ثوم مفروم، عصير ليمون، كمون، ملح، طماطم مفرومه، بقدونس، زيت زيتون، مخلل للتقديم، وشويه عيش شامي برده للتقديم. طيب اول حاجه عايزين نعملها زي ما قلت لكم طبعا الفول اوريدي خلاص خلصان، احنا هنحطه على النار، عايزين نديله غلوتين ثلاثه كده، هنزل له زيت زيتون، ملح وفلفل طبعا، كمون، ليمون طبعا، هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض، وعايزينه يغلي غلوة قبل ما هنزود له الحمص والثوم. عايزة اهرسه شوية الأول، هجيب الهرسة، عايزة اهرس الفول شوية، بيبقى أخف بكتير لما بيبقى من غير القشر وبيبقى مهروس وبيبقى أطعم كمان. مش ههرسه كله، شوية وشوية. هزود له بقى دلوقتي الطماطم، الثوم المفروم، والحمص المسلوق. مش هياخدوا تقريبا اكتر من 3 4 دقايق على النار، كل حاجه مستويه والحمص بتاعنا مستوي. خمس دقايق وهنشيلهم من النار على طول. تعالوا بقى نحطه في طبق التقديم. طبعا ريحته مش قادره اقول لكم حلوه ازاي، والحمص من الحاجات اللي طعمها بيبقى حلو قوي مع الفول، بالذات مع التوم او مع الصوص اللي فيه توم. وهحط على الوش شويه بقدونس، شويه كمون، ونقطه زيت زيتون صغير. وبالهنا والشفا.